دي السؤال ده بينزل لما يكون الامتحان اللي بيجاوب عليه الطلبة شاطرين، أو لأنه مش كل الطلبة بتحفظ الحتة دي كويس، فعشان كده يجب إن احنا نهتم بيها شوية. ده بيجي الطلبة الشاطرين اللي بتجاوبها، بس اللي هو الباثوي اوف سنسيشنز فروم ذا فيس اند سكالب، الإحساسات من الفيس والسكالب. احنا خدنا قبل كده الإحساسات من البودي كله، واتكلمنا على الجراسيل والكونيات تراكت، اتكلمنا على اللاتر سبانو سلامك تراكت والفنتر سبانو سلامك تراكت. النهارده كل اللي فاتوا التراكتس دي كانت بتنقل من البودي كله ما عدا بالفيس والسكالب. فالفيس والسكالب الاحساس بيتنقل عن طريق الكرينيال نيرفس، اللي هو الكرينيال نيرف نمره 5، اللي هو الترايجيمينال نيرف. فعشان كده الطلبه بتتلخبط كتير، يقول لك من الفيس والسكالب روح حاطين لاتر سبانو سلامك تراكت، او لا غلط، لازم تقول ترايجيمينال باسوي. يعني لما ينقل الاحساس من الفيس والسكالب ده بيسموه ترايجيمينال باسوي. فخلينا نتكلم على الباسوي اوف ترانسميشن اوف بين والتمبريتشر والتاتش، سيب البروبروسبتيف سنسيشن من الفيس والسكالب. فقال لك نمره 1، انا عندي النيورون الاولاني. احنا في التراكت العاديه كنا بنقول الدورسال روت جانجليا سيلز او البوستيرور روت جانجليا سيلز، هنا لا، هنا كان عندي انا قايل ان الاحساسات دي كلها بتتنقل عن طريق الترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف كان ليه اوبسالميك ديفيجن، ماكزيلر ديفيجن، ومانديبولار ديفيجن. الاوبسالميك والماكزيلر والمانديبولار كان بينقلوا الاحساس من الفيس. الاوبسالميك من الابر بارت اوف ذا الفيس، الماكزيلري من الميدل بارت بتاع الفيس، والمانديبولار اللور بارت بتاع الفيس. فيبقى الترايجيمينال ده كرينيال نيرف وسنسور كرينيال نيرف، فليه جانجليا لوحده غير الدورسال روت جانجليا اللي كنا بنتكلم عليها بالنسبه للسباينال كورد او السباينال نيرفس. فدي جانجليا مخصوصه بنشوفها في السكال، انتوا اكيد شرحتوا يد ونك، كان في ترايجيمينال امبريشن عليها في السكال على البيتراس بارت اوف ذا تمبورال بون، عليها ترايجيمينال جانجليا. يبقى بدل الدورسال روت جانجليا يبقى النيورون الاولاني اللي هو ترايجيمينال ايه؟ جانجليا. ترايجيمينال جانجليا، جانجليا يعني خلايا، الخلايا ليها بريفرال بروسيس وسنترال بروسيس. البريفرال بروسيس يعمل لي اوفسالميك، البريفرال بروسيس يعمل لي ماكزيلري، البريفرال بروسيس يعمل لي مانديبولار، يبقى اوفسالميك نيرف، ماكزيلري نيرف، مانديبولار نيرف. تعالى بقى السنترال بروسيس هنا يخش على البرين، يخش على البرين فين بقى؟ قال لك احنا اتفقنا تحت كديدي تحت اسمها مظله، في الوسط هنا في بونز، وبعدين فوق في الميد برين. الفايبرز دي تخش بقى لو شايله بين وتمبريتشر هنا، الفايبرز السنترال بروسيس اللي شايله بين وتمبريتشر بتنزل بيها على المظله، بتخش البونز وتنزل على المظله وبلونجات. في نيوكليوس بتستقبل البين والتمبريتشر اسمها سباينال تراكت اند نيوكليوس اوف ذا ترايجيمينال نيرف ان ذا مظله، اسمها سباينال تراكت اند نيوكليوس اوف ذا ترايجيمينال نيرف ان ذا مظله. يعني نيوكليوس دي موجوده في المظله ومخصوصه تستقبل البين والتمبريتشر من الفيس. لو الفايبرز دي شايله تاتش سنسيشن بتروح للنيوكليوس هنا في البونز، اسمها نيوكليوس بروبريس او مين سنسوري ايه نيوكليوس. يبقى ده اسمه نيورون 2، ده نيورون 1 وده نيورون ايه 2. من نيورون 2 الاكسونز بتعمل كروس للاوبوزيت سايد، ادي نيورون 2 من سباينال تراكت اند نيوكليوس والمين سنسوري نيوكليوس. الفايبرز دي تروح مكمله على فوق كده هنا اهو، تكمل فوق تعمل لمينيسكس، تعمل كروس الاوبوزيت سايد، تعمل لمينيسكس اسمه ترايجيمينال لمينيسكس، وتروح لنيورون 3. نيورون 3 هو السلمس برضه، بس السلمس كنا بندور على نيوكلياس اسمها بي ال في ان تي، هنا لا، احنا بنروح نيوكلياس جديده هنا اهو اسمها بي ام في ان تي. يبقى النيوكلياس دي اسمها بي ام في ان تي النيورون 3، وبعدين من النيورون 3 البي ام في ان تي تروح للسنسوري اريا اوف ذا سيريبرال ايه كورتكس. يبقى لو بنتكلم على احساس بين وتمبريتشر وتاتش، اقول في اول نيورون لترايجيمينال جانجليا واللي هي بريفرال بروسيس، يعمل اوفسالميك وماكزيلو ومانديبولو سنترال بروسيس، يخش يروح البونز لو شايل بين وتمبريتشر بتروح لنيوكلس اسمها سباينال تراكت اند نيوكلس موجوده في المظله. لو شايل تاتش بيروح للمين سنسوري ايه نيوكلس. وبعدين ده نيورون 2 اللي هو سباينال تراكت اند نيوكلس والمين سنسوري نيوكلس.
من النيوكلاس 2 الاكسون يطلع يعمل ترايجيمينال منيسكاس يروح للبي ام في ان تي. خد بالك هنا كانت التراكتس الثانيه كنا بنقول بي ال في ان تي، انا بنقول بي ام في ان تي وبعدين بتوصل للسنسور اريا، بتحصل هنا بي ام في ان تي بتوصل للسنسور راديشن بيروح للسنسور اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس. الكلام ده في الباسوي اوف ذا بين اند تمبريتشر سنسيشن والتاتش. تعال البروبروسبتيف، خد بالك الكلام ده يتكتب في البين والتمبريتشر والتاتش. البروبروسبتيف ليها كلام تاني، بيقول لك الخلايا بتاعتها ما تبتديش من هنا من الترايجيمينال جانجليا، لا تبتدي من نيوكليوس موجوده في الميد برين اسمها ميزينكفاليك نيوكليوس، اسمها ميزينكفاليك نيوكليوس. يبقى نيورون واحد بيبتدي من هنا، ودي طبعا نظريه يعني الكلام ده لسه قيد البحث. فهنا نيورون واحد ميزينكفاليك نيوكليوس، ما نقدرش نقول اللي هو عباره عن ده في البروبريوسبتيف سنسيشن او الديب سنسيشن، ما نقدرش نقول الترايجيمينال جانجل، لا نقول رون واحد الميزينكفاليك نيوكليوس. وقلنا الاكسون بتاعها بيطلع منه بريفرال بروسيس وسنترال بروسيس. البريفرال بروسيس يمشي مع المانديبولار ديفيجن، ليه؟ لان الميزينكفاليك البروبريوسبتيف سنسيشن يعني من الماسلز، والماسلز موجوده فين؟ التراجمنال بيدي الماسلز اوف ماستيكيشن، فده رايح والماسل اوف ماستيكيشن بتاخد نيرف سبلاي من المانديبولار، يبقى البريفرال بروسيس تمشي مع المانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجمنال نيرف. يعني البريفرال بروسيس يمشي مع المانديبولار ما يمشيش مع الاوبسالميك ومع المجزله. السنترال بروسيس بيقول لك بيتقسم جزئين، جزء بيروح للموتور نيوكليس اوف ذا تراجمنال يعمل سينابس عليها او يعمل ريلي، وجزء تاني بيعدي للاوبوزيت سايد وياخد نفس الروت بتاع الفايبرز الثانيه اللي هي بتاعت البين والتمبريتشر وبتاعت التاتش، ويمشي في الترايجيمينال لمينيسكاس يروح للبي ام في ان تي، ومن البي ام في ان تي تروح للسنسوري اريا اوف ذا سيريبرال اي كورتكس. يبقى ده الباس واي اوف ذا بروبريوسبتيف سنسيشن من الفيس. طبعا هو اللي بيجي دايما البين والتمبريتشر، لكن لو جو له البروبروسبتيف سنسيشن يبقى الكلام يتقال على كده. وارجو ان احنا نرجع للحته دي في الكتاب النيورو اناتومي الخاص بايه، هتلاقي فيه الكلام ده يمكن بصوره واضحه اكتر. هنا المنظر ده ادي الترايجيمينال جانجليا اهي واضحه جدا، بتطلع لي الفايبرز، الفايبرز دي ادي بريفرال بروسيس وسنترال بروسيس. سنترال بروسيس يروح لو شايل بين وتمبريتشر يروح للمدلله اوبلونجاتا نيورون 2 اللي هي نيوكليوس اوف ذا سباينال تراكت اوف ذا تراجمنا اللي موجوده في المدلله اوبلونجاتا. لو شايل تاتش بيروح لهنا للبروبروسبتيف سنسيشن. فايبرز دي بتعمل كروس للاوبوزيت اي سايد اهي، وتروح بتكمل اهي تعمل لي تراجمنال اي لمنسكس. تراجمنال لمنسكس ده اتفقنا بيروح للبي ام في ان تي، وبعد البي ام في ان تي اللي هي فنترال بوستيرو نيوكلاس اوف سلامس، بعد كده هتروح للسنسوري اريا اوف ذا سيريبرال اي كورتكس. ده بالنسبه للتراجمنال جانجليا، ده نيورون واحد. نيورون اثنين اللي هي نيوكلاس اوف ذا سباينال تراكت اند نيوكلاس اوف ذا تراجمنال في المظله، نيورون اثنين اللي هي المين سنسوري نيوكلاس اللي هي اللي موجوده هنا، دول نيورون اثنين، دي للبين والتمريتش ودي للتاتش. والاكسونز بتعمل التراجمنا اللي منسكس تروح بي ام في ان تي تروح للسنسوري اري. هنا بقى موضحه اكتر اللي هي البروبروسبتيف سنسيشن. فالبروبروسبتيف سنسيشن ما تبتديش من هنا، لا دي من التراجمنا الجانجيا، لا تبتدي في الميزينكفاليك نيوكلاس اهي، والاكسون بتاعتها بروفرال بروسيس يروح للماسلز اوف ماستيكيشن وده يعني البروبروسبشن، وبعدين دي الاكسون الثاني بيكمل اهو في نفس النيوكليس هنا ويكمل بعد كده في الترايجيمينال لمينيسكس يروح للبي ام في ان تي. يعني الاختلاف الوحيد ان بدل ما كنا بنقول في البروبروسبتيف سنسيشن ما بنقول في البين والتمبريتشر ان اول نيورون الترايجيمينال جانجلون، هنا لا بنقول في البروبروسبتيف سنسيشن اول نيورون اللي هو الميزينكفاليك ايه نيوكليس، وبعدين الاكسون يطلع بعد كده يعمل لي ترايجيمينال لمينيسكس يروح للبي ام في ان تي، وبعدين للسنسوري اريا اوف ذا سيريبرال ايه كورتكس. ده الباسوي اوف ذا سنسيشن فروم ذا فيس اند سكالب.